لو كنت مكان برشا فنانين تكرموا في ليبيا في أوسكار ليبيا. ليبيا في أوسكار ليبيا في مصر أي أي أي. تقبل الحضور ولا لا بعد ما تشوف قائمة المكرمين؟ بيه أوسكار ليبيا أنا أول دورة كرمت فيها أنا ويا لطفي بوشناق ونتذكر عدن شواشي منعرفش لولانية عدن شواشي عبد الكريم أصحابه لا لا عبد الكريم مش وقت الثانية يقول لي عبد الكريم ثانية الثانية هذه قبل كوفيد أو بعام يمكن ولا حاجة وفايزة المحرسي يا في مجموعة فهمت وكنت محلية وجابوا وقتها من العراق هذاك شو اسمه كل حليل تولي باللحية الممثل المغني العراقي المشهور مغني العراقي باللحية تي صغير هذاك مجد المهندس لا لا يا ريت مجد المهندس شو اسمه اللي يغني ما عرف شو اسمه حسين مهند هند نسيت بربر سامحوني ام خاطر يحبوا العبيد تشتغل بالحق هذيك محليه معناتها دونك جاوا برشا وقت جات من لبنان فنانه جاوا برشا فنانين من ليبيا كرموا محمد حسن النسخه الاولى او الثانيه نعتقد خاطر الاولى اللي في ليبيا الثانيه في تونس كانت رائعه بالنسبه لي انا محليها وفما ناس وقفت في تونس وجاء وزير السياحة وقتها رونيت رابلسي في الموضوع ما عادش عندي وقت ليه من بعد بديت الأمور تتغير في الاختيارات فهمتي شنو نقصد شوف سؤالي لو عيتولك لمصر وتشوف قائمة المكرمين شي يهمني في قائمة المكرمين أنا هم أحرار يكرموا اللي يحبوا هم أحرار يكرموا اللي يحبوا يعني تنجم تمشي ممكن وسيب كنت نمشي ولكن بتيتر فما عندي احتراز على بعض الأسماء مانيش نقولهم لكن بعض الأسماء هاو ما هو مروى عيسى لا بتقول لي مروى والله العظيم لا نعرفها مروى عيسى نعرفها عندك انت تجيبها تحكي معها وبلا ما نعرف ايش ما انت منعرفش أغانيها ما نعرف فهمتني يتنجم تكون طفلة محليها هيكل علي طفل نعرف وريته مرة ما موش فنان شنو يعمل ما نعرفش عليش يعمل ما هوش استعراضي سامحني تحك راسك والاستعراضي ما نعرفش يحب يعمل حاجة علاش عيتوله ما نعرفش والله يقولك حاجة والله مريم الدباغ بكل ما قالوا عليها أبريتو اللي جيت كأنستغراموز بكل ما قالوا عليها روا وأنا بيدي عندي احترازات عليها معناتها كتصرفات وكلام مي حياتها ذيك أمورها دب راس لكن هي أبريتو عندها ملايين مشاهدين عندها متابعين عندها الانستغرام توا ولا موجود معناتها في العالم نتاعنا في العالم نتاعنا في المجتمعات نتاعنا العربيه الكل معناتها نحكي لك ديجيتال بصفه عامه مي انا هيك مشكلتي شنو كيسكي لا في بوركوا تو لي في سا حتى كان استعراض لازم وقت طويل جبت شمس الدين باشا انت عملت له شمس الدين باشا على الاقل راجل عمل كارير وعنده كارير وعنده عمل تلفزة مش على خاطر صاحبي وخويا ونحبه لا على خاطر بالحق عمل أغاني اجتهد مسيرة طويلة سيدة مسيرة عنده تقول لي على استعراض يعمل هو تكريم كيفاش تعمل تكريم الولاد مزيركي تو بدي ما نعرفوش عنده ساعة ما فهمش استعراضي شاب شاب جدا شاب على الاخر بجيب زلبي بي صغير بس غير ما عنديش مشكلة معارة وأنا بنشجع أي إنسان يحب يعمل حاجة يعملها حكيت على مريم الدباغ لو مريم الدباغ تستدعاك البرنامج باش تعمل برنامج حواري تمشي ولا ليه علاش ليه بوكو بالي زمني بنشوف ساعة المحتوى الحوار إذا كان معناتها حاجة مش تفيدني أوكي محمد جبالي معايا في تلفزة قال ما يمشي البرنامج مريم الدباغ كان الرخيص ما لا شو أقولك هو خاطر نعرف ما هي قالت في معناتها قالت كلام يمكن هي اللي c'est une femme très ما عندهاش دبلوماسيه ما عندهاش ماهيش دبلومات فهمت اللي على لسانها تقولو تو ما تحسبش اسكو هي اللي في اكسبري ولا ما نعرفش خاطر مانيش قريبه منها معناتها ما نعرفش اسكو هي اللي كومسا في الدنيا ولا لا ما نعرفش نجم تكون راهو ذي كله سي ان غول تعيش فيه أي. اعلاميا فهمتني ينجم راهو فهمت محمد عنده الحق باش يتغش خاطر انا بيدي هذاك اخويا وعبط في الستاتيو بتاعي قلت راه فنان كبير وكذا معناتها ما تجيش هي تقول ماهوش ما نعرفوش ولا مش فاهم لو تقول ما نعرفش نوال غشام ما تنجمش تقول خاطر تعرفني ساعة اول حاجه وحتى كي قالتها وانا ما نعرفهاش انا ما ناخذش عليها الحكايه ذي برشا معناتها ما نتقلقش منها لو تستدعك البرنامج نتاعها بعد ما محمد قال ما يمشي البرنامج مريم الدباغ كان رخيص تمشي ولا ليه
لا نمشي عادي، هو هو حر في كلامه. إذا كان أنا قلت لك نشوف الحلقات ونشوف اللي فما مستوى راقي في الكلام، في حتى كنت فدليك يجي تفدليك فينه محليه ما يضرنيش عادي نمشي طبعا. مش لو أنت حاجتك بها من أجل كليب، نفترضه باش تصور جبن وقوت. كان هي تفيدني في كليب وي كليب وي بيسو. وتمثل هي دور الفتاة هذية اللي احنا ممكن علاش ليه ممكن، ولا انه معناتها صعيب شوية، ما صعيب شوية دون زرسانس اللي تطلب عليك فلوس تخلصها لا ما عنديش برشا فلوس انا باش نخلص الحقيقة متاع ربي معناتها المتعارف علي المتعارف علي يمكن اش قلت لك معناتها باش تختار انت وجه ولا باش تختار شخصيه هكا تقبل حطها معك في كليب ممكن علاش ليه. شوف شوف ايش نقول لك، هي قلت لك هي حياتها وانا كان باش نستفيد باش نستفيد من شهرتها باش نولي بروفيسيونيل هوني هوني يولي فما نوع من البروفيسيوناليزم براغماتيه المنفعيه. ايه ما علاش ليه يا اخي، هي كيما هي باش تنتفع مني نهار اللي حشتها بيا انا باش نمشي نغني مثلا في عرس نتاع شكو ولا في حفله باش تعملها فهمتني، فما علاقات راه تختلف لازمنا نفرقوا معناتها.